الأمل والحلم وهي أمانينا، كل شيء فيها غير شوفوا بعيننا. معرض شباب الأعمال من مركز التكامل التنموي تحت مظلة أمانة منطقة مكة المكرمة، سنتعرف عليه. أهلا وسهلا. عرفنا على الأب صدق الله خبر. الله يحفظك ويبارك فيك. هذا مركز التكامل التنموي، مركز السلطة الأمير خالد الفيصل قبل سنتين ونصف، يتعلق بتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، متابعة المشاريع وتنفيذها وتذليل العقبات اللي تواجه القطاع الخاص داخل منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مراقبة حتى التنفيذ. طبعا احنا عندنا في المركز هنا وجينا اليوم في معرض شباب الاعمال حتى نعرض خدمات اللي احنا قادرين نقدمها للقطاع الخاص. القطاع الخاص في المشاريع اللي احنا نشرف عليها في مركز التكامل التنموي كلها مشاريع تتم بالشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، واللي هي مسماه باللغه الانجليزيه PPP. هذه متعلقه فقط بالشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طبعا عندنا مشاريع عديده واخرها واهمها وابرزها لو تسلط الضوء عليها مشروع تدشين الخايفه الجديده. مشروع تدشين الطائفة الجديدة. تدشين الطائفة الجديدة اللي دشر الملك سلمان العديد الله تعالى في شهر واحد. طبعا هذا يضم أربع مشاريع ضخمة وكبيرة جدا للضغط، منها مثلا مطار الطائف الدولي الجديد. مطار الطائف الدولي الجديد هذا يتم من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، لا تتكلف الدولة أي تكاليف. الشركة المشغلة تقوم بإنشاء هذا المشروع كاملا مقابل هي تأخذ حقوق تشغيله حتى تتسوي منها أرباحها، وبالتالي يصير مشروع تنموي يفيد المجتمع، ينمي البلد، يطورها، ومع ذلك يستفيد المستثمر. هذا هو المفهوم الرئيسي. واحد التقنية هذه كل المشاريع الأخرى، مدينة عقاب، واحد التقنية، مدينة الصناعية، كل هذه مشاريع بشرها الملك سلمان حفظه الله في شهر واحد. طبعا احنا عندنا هنا في المدن الجرح أفلام وثائقية وعندنا شاشات ذكية بإمكانكم إنه أنتم تجون تشرفون وتطلعون عليها. كل المشاريع موجودة فيها شرح وافي وكافي ومفصل حول كل المشاريع اللي بتكون. هذا فيلم وثائقي يتحدث عن المركز التكامل في منطقة مكة. في منطقة مكة مكة. في جدة ايش في مثلا؟ في جدة في مشاريع كثيرة، مثلا عندك مشروع قلب جدة، واحد التجميل هذا اللي امامها هذا هو الواجهة اللي حتكون واجهة جدا. لسه لم يقبل هذا الآن تصور له إن شاء الله حيصير كذا بإذن الله خلال سنة بإذن الله حيتم بحول الله تعالى. شكرا لك مهندس رواية، شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا، الله يحفظك وبارك فيك. إحنا مستعدين لاستقبالكم يوميا إن شاء الله إلى الأحد، الجمعة والسبت والأحد موجودين هنا، حياكم الله وبياكم. ويفديها غطارفة وأسدو أجل.